اليوم أنا محضر قصايدي وجاهز إن شاء الله. إن شاء الله أقدر أقنع اللجنة بأدائي وأعبر للمرحلة الجاية. إذا أنا تأهلت للمرحلة النهائية راح أكون فرحان وأتمنى تصوتوا لي. خدام الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا أبو حسين حبيبي. يا ريت لا طال العمر بفراق أخوتي، تابوت صارت دنيتي واتمنى موتي. أتهنى هيهات واقضيها دمعات، أتهنى هيهات واقضيها دمعات، واتمنى موتي واتمنى موتي. صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. يا ريت لا طال العمر بفراق اخوتي، تابوت صارت دنيتي واتمنى موتي. اتهنى هيهات اقضيها دمعات، واتمنى موتي واتمنى موتي. يا ريت لا طال العمر بفراق اخوتي، تابوت صارت دنيتي واتمنى موتي. اتهنى هيهات واقضيها دمعات، واتمنى موتي واتمنى قضيت يا مخوتي. وظلت أيام عشيتها بدمعتي وجروح حوالا. الله الله ما شاء الله. وخوي حسين شفت امه الذره ودامي، وخوي شفت امه مذبوح شفت على الذره ذيك المسيه، ودو الصدر بلا رحم خلال ميه. مذبوح شفت على الثرى ذيك المسيه، ودو الصدر بلا رحم خلال ميه. ايامي ما شات اقضيها دمعات، واتمنى موتي واتمنى موتي. أحسن طيب الله أنفاسك. قصيدة الشاعر كلمات خادم الحسين سيد زيد الفحام. أحسنت يا علي، أحسنت، بارك الله بيك. بارك الله بيك. أحسنت طيب الله أنفاسك يا حبيبي. شبيك مرتبك؟ لا والله. أبو حسين برقصة أستاذ علي، عندك شيء حلو هيك أريد تسمعنا فد شيء يعني أنت تحبه؟ قصيدة؟ صوتك أي شيء تحبه، لا أي شيء، موال، نعي، قصيدة. تهنيتي جنازتي لها إخواني، نواعي تصير رواحي شبقي الثاني، كبار بي العمر والشي
شاتيني يوريدي حسين ينهالي يليه يغسيني يتشفني الحنين وبيدي يدفيني إش كثور قيلو لزيان أبضى الله تيتساني إش كثور قيلو أحسن. طيب الله أنفاسك يا حبيبي. طيب الله أنفاسك يا أبو حسين. في هذه المرحلة هي مرحلة حاسمة، المشاهدين راح يشوفونك تقرأ قصيدة كاملة بلحن جديد بقصيدة جديدة حتى يقنعون إن شاء الله بأدائك الجميل اللي اكتسبت الخبرة من خلال فريق المدربين ومن خلال هذه المسابقة، ويصوتون لك على رقمك اللي خصص إلى التصويت رقم 30. أوكي، قل للناس صورتوا لي على رقم 30 إن شاء الله، إن شاء الله تكون من الفائزين. يلا خلينا نسمع ملا عمار، عندك تعليق ملا؟ والله اخلي ابو مهدي داي تفضل. تفضل ملا. احنا بالعكس، تسلم لي يا ابو بنين. علي بارك الله فيك، طيب الله انفاسك. علي من المجتهدين من اول المسابقه وطلته الجميله على المنصه، ومهتم جدا بما يؤديه. ان شاء الله نتمنى ان يكون ان شاء الله فائزا عند الحسين ان شاء الله بالدنيا والاخره، وهو الاهم. اللهم امين. موفق يا علي يا حبيبي. دكتور بارك الله بك، وتحيه الى ابوك. يعني هم، احنا حكينا بدايه الحلقه، دول هم سبع اصوات المميزه بالاستثناء، فاحنا كلجنه ارتئينا ان يكون تصويتهم للجمهور حتى هو يختار. احسنتم دكتور. ذوق الجمهور الى شيء اساسي بنجاح هذه المسابقه، فهذا الموضوع والحلقه الاخيره من البرنامج ايضا اعطينا دور للجمهور بها. بعد الجمهور هو راح يصوت له وراح يعطي النتيجه ان شاء الله. إذن أيها الأفاضل، إذا كنتم من المعجبين بهذا الأداء الحسيني المميز، ارسلوا رقم 30 على أرقام الهواتف وستكونوا من المصوتين لعلي. بالتوفيق يا علي. أطلب من الناس الصوت لي على رقم 30 حتى أكون وجهاً بالحسين.